أيها السيدات والسادة، ما جئنا اليوم نفضح النظام ونشهر بجرائمه الموصوفة، فلم يعد بوسع أحد أن يفعل أكثر مما تظهره الصور كل يوم بل كل ساعة. وما جئنا نكشف عنه هو الحقائق والأرقام، ومن لم يعرف الحقائق الساطعة حتى اليوم فهو أعمى أو يتعامى. يتعامى عن حجم الدم المهدور على الأرض السورية، وعن الأخطار التي يدفع بها النظام الشعب السوري وشعوب المنطقة إلى مآوي الخطر. منذ 3 أيام والمجزرة المتواصلة في ريف دمشق الجنوبي والغربي، والحرب العدوانية قائمة في ريف حمص. مئات الجثث المقطعة بالسكاكين أو المحروقة والمصابة بالرصاص عن قرب تم اكتشافها في بيوت ومزارع بلدة جديدة عطوز وجديدة الفضل، فيما يشبه أشد أفلام الرعب الخيالية والبربرية والمجرمة بعد المجازر الواسعة في المعطمية وحي الضهرة في عطوز أيضا. غير أن ما جرى ويجري في جديدة الفضل حقيقة، والمقتولون هم من أبناء الجولان السوري المحتل، نزحوا إليها منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وعاشوا 46 عاماً بانتظار العودة، وبانتظار أن يقوم قائد الممانعة المزعومة بتحرير الأرض السورية المحتلة وإعادتهم إلى أرضهم وقراهم. عوضاً عن أن يفعل ذلك، أرسل لهم الشبيحة والقتلة يعملون بهم قتلاً وتذبيحاً وهذا الدم. فجاءهم بالموت ذبحاً بالسكاكين بالمعنى الحقيقي لا المجازي للكلمة. أكثر من 500 شهيد وأكثر من 1000 جريح ومصاب في منطقة صغيرة. ويحضر اللواء رقم 100 من حرس بشار أسد الجمهوري لمذابح جديدة أيضا. إنما يجري في ريف دمشق جرائم ضد الإنسانية، وتحديدا جرائم إبادة جماعية بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وعلى الإنسانية جمعاء أن تتحرك لمواجهتها. سيارات نقل مكشوفة محملة بالجثث يتم استعراضها في شوارع دمشق في منطقة المزة بالذات، حيث يهلل الشبيحة ويتصايحون ويتصافحون تهليلاً لإجرائهم لقيامهم بالمذبحة. وفي موقع غير بعيد يقوم مدعون آخرون للممانعة والمقاومة بممارسة دور السفاح المأجور والغازي الغاشم في ريف حمص. يحتل حزب الله قرى سوريا ويقتل المدنيين ويمنعهم بالإرهاب من التعبير عن حريتهم وتوقيعهم للكرامة الإنسانية. في جوسي والصصافي والديابية والسمكانية ووادي حنة وأبو حوري والسماقيات وفي جميع قرى ريف حمص الغربي. على العالم الحر وعلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تتحرك حالاً لمواجهة هذه الجرائم البشعة، وعليهم القيام بما يثبت أنهم يعتبرون السوريون بشر ولهم حقوق، وهم وبلدهم أعني سوريا أعضاء في المنظمات الإنسانية والسياسية الدولية. وعليهم إثبات أن حساسيتهم المفرطة تجاه القوى الأصولية المسلحة لا تتحول إلى تسامح عندما يتعلق الأمر بإرهابيين أصوليين كمقاتلي حزب الله الذين عبروا الحدود إلى قرانا ومديننا، وبإرهابي محترف يسكن القصر الجمهوري هو بشار أسد. على الحكومة اللبنانية أن تتعامل بالجدية اللازمة مع احتلال الأراضي السورية وإرهاب وقتل السوريين. فلن يتسامح السوريون مع من يحتل أرضهم ويقتل أبنائهم من قبل أي جماعة لبنانية كانت أو غير لبنانية. وهذه الجماعة ممثلة بالمؤسسات السياسية في لبنان، وكلنا أمل بأن يرفع الشعب اللبناني الشقيق صوته عالياً لرفض قتل وإرهاب أحرار سوريا. ونخص بالذكر أهلنا من الشيعة اللبنانيين أن يمنعوا أبنائهم من قتل السوريين أو الاقتتال معهم أو أن يكونوا ضحية هذا الصراع أيضاً. إن هؤلاء مرتبطون بأجندات إقليمية
وبأدوار دولية بأنظمة شمولية لا تولي مصالح الشعب أي اعتبار. وما يجري في ريف حمص هو إعلان حرب على الشعب السوري، يجب على الجامعة العربية أن تتعامل معه على هذا الأساس، وعلى الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية أن تعي خطورة ذلك على حياة السوريين وعلى العلاقة بين الشعبين والدولتين مستقبلاً. في هذه الجرائم رسائل للمجتمع الدولي الذي ما زال يقف موقف المتردد والعاجز، والذي يخذل السوريين في توفير السلاح الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، وكذلك رسائل أخرى عن نوايا النظام وزمره العسكرية واستطالاته الأمنية ونواياهم فيما يتعلق بالمنطقة وشعوبها. يريد أعداؤنا من السوريين أن يقتتلوا فيما بينهم، ويريد أن ينهي سوريا الوطن والشعب تحقيقا للشعار الذي رفعه شبيحته الأسد أو نحرق البلد. فهل نسمح بذلك؟ هل يقبل هذا العالم العاجز والمتردد والجبان بل والمتآمر أيضا أن يحدث ذلك؟ هل يقبل العالم أن تحرق سوريا ويقتل شعبها؟ أناشد أهلنا في سوريا عدم الإنجرار لتسهيل هذه المهمة. أناشد الذين يحاول تسليحهم من أبناء شعبنا من السوريين ليقوموا بالمهمة عوضا عنه أن يرفضوا ذلك. أناشد الصابرين والمتألمين بالاستعانة بالله والتكاتف في وجه المصيبة. أيها المسيحيون، أيها العلويون والدروز، أيها الإسماعيلية، أيها الشيعة، أيها الكرد والتركمان، أيها الآشوريون السريان، يا أهل سوريا جميعا، يا أهلنا من كل القوميات والطوائف والأديان، المسلمون ليسوا أعداء لنا وسوريا لنا جميعا. النظام القاتل المجرم هو وحده عدو الجميع، فاحذروا. قرر الائتلاف صرف إغاثة فورية وسريعة لأهلنا في القرى التي تعرضت للمذابح والتهجير. تحية لأرواح الشهداء والضحايا من الجرحى والمصابين، تحية للصامدين من مقاتلي الجيش الحر وأبناء الجولان الذين كنا نسميهم نازحين، واليوم نقول لهم بالرأس المرفوع أبطال، أبطال التحرير في سوريا، تحرير هذا البلد من طغمة الطاغية. تحية للبيوت التي فتحت أبوابها لاستقبال المنكوبين في قطنة وعرطوز وخان الشيح والدرخبية وصحنايا وجميع قرى وبلدات المنطقة. الخزي لكل من يتخلف عن نصرة السوريين وتزويدهم بالسلاح الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، والعار لكل من يخون الشعب ويناصر الجلاد. النصر النصر لثورة سورية. عاشت سوريا حرة موحدة وديمقراطية. عاش الشعب السوري المحرر.